هون معي وينسباس كامبرفان من أجمل المعروضات بهذا المعرض، دفع رباعي أوف رود، سعره مليونين. هذا الفان بالتحديد سعره 2,300,000 كرون سويدي شامل الضريبة. ممكن تخصمه 25% بيطلع معكم سعر الكرفان للتصدير. حملوها لسعر بلدكم أو لعملة بلدكم عفوا. شكرا من الخلف. طبعا مظلة على طول الكرفان من الأعلى. هون عندي تول بوكس بالخلف، حامل الدراجات. هذا شكله تحت السرير، مآخذ كهرباء 220 فولت و 12 فولت. هون في عندي مكان اسطوانة الغاز، هون في عندي فتحات صيانة بالإضافة لتفريغ المياه. هذا شكله من الخلف. طبعا الأبواب مزودة بنوافذ مع ستائر تعتيم وستائر منع دخول الحشرات. هون عندي السباير. هلأ رح ندخل للداخل. طبعا مثل ما شايف له حماية هون مثل شكل حماية خارجية. مدخل 220 فولت، مأخذ تعبية المياه النقية، خزان، فتحة عادم جاز تدفئة، وتحت عندي تفريغ المياه الرمادية. هذا شكله من الأمام. ممكن نفتح الباب ونشوف شكله مرسيدس سبرينتر. هذا شكله. من الأمام لوحة القيادة طبعا مرسيدس المتعارف عليها، مع قدرة تغيير الشفت من هون من المقود. الكراسي ما بيفتلوا ثابتين، بالإضافة أنه عندي ستائر تعتيم على كامل الكرفان. وقت التخييم بالليل مجرد بفتحهم بحظى بخصوصية كاملة. كتير عالي وكبير الكرفان لدرجة أنه بصراحة تصويره كتير صعب أنك تجيب كل الزوايا. من عندي كرسي المرافق طبعا كله شاموا. من اللي شايف شاموا رائع جدا، ما بعرف إزاي. هون عندي ستارة عازلة لدخول الحشرات على كل الباب الرئيسي. إذا بدخل للداخل هون في عندي مكان لفتح الباب وتسكير الباب بالإضافة للدرج. هون الثلاجة عندي على الباب الرئيسي، جاي من هون الثلاجة. وطبعا الفريزر مدمج بالأعلى، بس الديزاين شوي مختلف عن الشيء اللي شفناه قبل. هون في عندي إنارة للمطبخ مثلا بشغلها من هون، إنارة الشاور، إنارة هون عندي إنارة متغيرة كمان على هذا الجدار اللي هون مثل ما شايف. هون عندي مجلس ستانلس ستيل، خزائن المطبخ متوفرة عندي هون. هذا السرير اللي شفناه من الخارج، بالإضافة لطاولة بين المطبخ والسرير، يعني ممكن نعمل القهوة الصبح نشربها ونحن قاعدين على التخت، وممكن نستخدم هاي المنطقة كمان مساعدة للمطبخ. خزائن علوية عندي على كامل قسم النوم، بالإضافة لمكيف ديموتيك النوع الجديد. الحمام عندي هون، هذا الحمام. في عندي خزانة علوية هون بالإضافة للشاور، المجلة، نافذة. في عندي خزانة تنفتح تحت، وهون عندي التواليت. هذا شكل الحمام شكل كامل. وطبعا في عندي درج للصعود للأعلى. كرفان مهمات بامتياز. هذا هو الكرفان تبع اليوم.